هلا هلا. هاي الكلية ورانا كمان عيادات ومحاضرة وأنا كل شيء كله اليوم كان يوم بائس. اليوم بائس بالنسبة لي يعني كل شيء ما حصلت لا محاضرة لا حضور لا عيادة بس إس أوكي رايحين الكنيسة إن شاء الله يعني تتونس وتغير مودها يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. خليكم ويانا هسه رؤى راح تشرح لنا هيك شغلات عن الكنيسة إن شاء الله. بنروح اش بيها اليوم يائسة بائسة لا كل شيء ما مستوية حرفيا حرفيا اليوم الحظ وياها ما اعرف ايش يعني رغم هي مهيئة نفسها البيشنت اجى بس الحظ طبعا هنا الحظ وياها حتى ويا الجامد هاي ساحة كهربائية شوارع الكرادة شو الشباب يعني هو مو واحد يدلي اللوكيشن يعني عادي تبقى يجي تمشي هي حالاته من واحد سيء ويمشي واحد يمشي على الثقة يعني بس اس اوكي يعني كل شيء فني وياه صح والجو حلو كلش حلو الجو كلش فرح حلوة وانتي حلوة اشترينا الشموع بس متوجهين شموع السيدة العذراء ومستمرين بالمشي حاليا هم يمكن متيهين يعني هيك شيء بس بدينا نباوع ملامح الكنيسة هذه اللوحات اسمها دافانشي اسمها العشاء الاخير احنا نباوع هاي الصورة للسيدة العذراء وإحنا فيها لوجوز إنه هم كانوا مجتمعين على شكل ثلاثة من هذه الجهة ومن هذه الجهة فما أعرف يعني بها فت لوجوز أو شيء. نارو هلا. هاي هنا مال الشموع
طلع عليه. وهذا هنا المغارة ما بيت لحم. هنا مكان الصلاة. وهنا اللي يسوون التراتيب. الشمامي سيكون هنا يردون. قطعة يردوها. هذا حبيب كبير مكتوب بالآرامية. إيه. باللغة الآرامية. من المسيحيين يعرفون اللغة الآرامية؟ أكو بالعربي وأكو بالسرياني وكل شيء. هذه الشمعة نورا منك لتضيء طريقي أثناء الصعوبات والمحن، فساعدني أن أصلي وأهدني في قراراتي، أحمني من الشرور وهبني الصحة الدائمة، ولتكن هذه الشمعة نورا إلهيا يضيء درب حياتي، ولتحرق أنانيتي وكبريائي وخطاياي كلها، ولتدفئ قلبي وتمنح السلام والصحة لعائلتي وللعالم كله. آمين. نتخرج، يعني هذه أصعب شيء بايز تكون سنة حلوة. شو قاعد تسوي رأى؟ أنا قاعدة عشان الشموع الطافية لأنه ما يصير تطفي. يعني لازم تقعد دائما مع لوكات. بالضبط، لازم تقعد دائما مع كل الأعضاء. إحنا نحاول نشتغل. إن شاء الله نتخرج هاي السنة. آمين. إن شاء الله. خلصت الجولة هذا اليوم، ويعني أتمنى إنه هيك غطينا جزء بسيط من الكنيسة، ونختمها مقولة رؤى: في النهاية كل الصلوات ستصل إلى الرب مهما كانت اللغة أو المذهب. ها روحوا شوفوا الفيديوهات البرومو مال كريسمس في كليتي، والفيديوهين مال تحضيرات وغيرها الفيديوهات، ومو تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. باي.